كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في احسن الاحوال، وهذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الفيديو اللي هي جديده، اللي ما عمرني صراحه حطيتها في لاشين ديالي، واحد الموضوع اللي هو جديد، واحد التجربه اللي هي جديده ليا وليكم، وقررت اليوم غادي نبارطاجيها معكم، وغادي نبارطاجيها هكا مباشره. صراحه انا ما عندي حتى شي فكره على هاد العمليه اللي غادي نديروا اليوم قدامكم، وغادي نشوفوا شنو الاضرار ديالها وشنو الايجابيات ديالها وشنو من هنا لقدام شنو غادي يكون. واكيد غادي نعاود نبارطاجي معكم كيفاش غادي تكون الريزولتا من بعد واحد السيمانه، من بعد ما تخرج الريزولتا ان شاء الله. اليوم البنات غادي نهضروا على هاد الاله العجيبه الغريبه اللي كيف ما كتشوفوا معايا، ها هي هاد العيبيتيكا هادي. ما عرفت صراحه اشنو الاسم ديالها بالضبط، ولكن هي رائعه كيف ما شفت جميع ديال البنات تقريبا واحد العدد اللي هو لا باس به هضروا عليها واللي جربوها وكيشكروها. فقلت حتى انا اليوم علاش لا ما غادي نجربها وغادي نبارطاجيها معكم ونقول لكم شنو كيفاش كانت الريزولتا وكيفاش زعما واش لقيت عليها نتيجه او لا. كيف ما كتعرفوا البنات هادي كيقولوا قالوا باللي هي الناس اللي عندهم حساسيه اللي كيديروا لاسير او لا كيديروا الخيط وكيتنبل ليهم هنا كينضل هم الحبوبه ولا التهيج ديال الجلد، فهي هذه امنه وزوينه ما كتخليش الجلد ان هي تهيج. وانا من هذاك النوع يعني ملي كندير لاسير الحلباني اولا فكينوض ليا الحبوب كتنبل ليا هاد الجهه، كتبقى تقريبا 24 ساعه وهي منبله، خاصني 24 ساعه ما نخرج ما حتى شي حاجه، حتى كتهد كيتهدل ليا شويه عاد كتبقى عاد كيبدا يبان ليا شنو هو الفورما ديال الحجبان. فقررت قلت حتى انا غادي ناخذها باش نتهنى حتى انا من هذاك التهيج ديال الجلد، وغادي نجربها اكيد قدامكم ومعاكم باش نشوفوا الريزلت ديالها كيفاش. بالنسبه لهذا اللي تيقولوا بانها الا مشيتي حتى حسنتي بحال هكا باللغه العاميه ديالنا الا حسنتي داك الوبر اولا داك الشعيرات كيتكاثروا، ولكن انا كنظن انا زعما نخليو هاد المسائل هادي للناس اللي كتعرف فيها هي اللي تهضر عليها، ولكن كنظن بان الشعيرات والكثافه ديالهم فهي عندها علاقه بالهرمونات، يعني الكميه اللي مولفه كتكون عندك هي اللي غادي تكون عندك، فماشي الا حسنتي غادي تكاتف. المهم البنات انا اليوم غادي نابليكيها قدامكم على وجهي وغادي نشوفوا الريزلت ديالها كيفاش غادي تعطينا. المهم كيف ما كتشوفوا هي انا هذه خديتها 25 درهم، تيكونوا 3 ب 25 درهم من مينيسو، واللي ما عندهمش مينيسو في المدينه ديالهم فتقدري انك تاخديها غير من عند مول المكياج. مول المكياج راه كتكون عندهم 22 درهم على ما اظن، واقيلا 22 درهم الوحيده، ولكن من مينيسو 3 ب 25 درهم. المهم كيف ما كتشوفوا البنات ها هي كتكون عندها هذه اللعيبه هذه هكا، فغادي نحيدوها وغادي نبدا نابليكي قدامكم. الطريقه هي ما خاصكمش انكم تقبطوا بحال هكا واقفه، حاولوا انكم تميلوا باش ما تضروش راسكم، واخا هي راها ما كت يعني ما كتجرح ما حتى شي حاجه، يعني مصيبه مخصصه للوجه. حاولوا انكم تقبطوا انا قبل ما بطبيعه الحال قبل ما ندير التجربه قدامكم فقريت عليها بزاف وقلبت عليها باش نوصل لكم الفكره صحيحه وما يكون حتى شي خطا بالنسبه للناس اللي سبقوني واللي جربوها من شحال هذه. فحاولوا انكم تشدوا بحال هكا الجلده وتجبدوها الفوق وغادي تبداو ديروا هكذا. ولي البنات كيف ما كتشوفوا معايا انتوما كيبان لكم شي حاجه ولا لا؟ انا راه بدا كيبان لي. تحاولوا انكم تقبطوا تجروا تحاولوا تجبدوا هكا الجلده ومن موراها ايوه ويلي ويلي يا البنات شفتوا ونزيدوا واحد الحاجه ها نتوما كيف ما كتشوفوا راه ما كتحيدش غير هذاك الوبر، فكدير حتى القماش يعني حتى هذاك الجلده الميته اللي كتكون عندنا في الوجه فحتى هي كتحسوا بان حتى داك واحد القشيرات كيتحيدوا مع الزغيبات. هذوك القشيرات فهي قال لك كدير قماش للجلده ديالكم، داك الجلده الميته كلها كتهبط مع هادي كتهبط مع الزغب. كيبان لكم داكشي اللي كيبان لي انا ولا لا؟ سالينا من هذيك الجهه غادي ندوزو لهاد الجهه. انا حجباني ما غادي كنصايبهمش من التحت غير من الفوق، من التحت خليتهم ما بقيتش باغا نحيدهم من التحت كيف ما كتشوفوا، خليتهم ولاو كيعجبوني
هكذا يا من التحت وصافي. من هنا بنفس الطريقة ومن هنا كذلك نفس الطريقة. أنا وجهي صراحة ما فيهش، ما عنديش داك الشعيرات في وجهي، فكيف ما كيبان لكم ما غادي يحيد حتى شي حاجة، حيتاش ما عنديش، عرفتش، ما كاينش. صافي هنايا دو في ديجا راني محيدة. أنا نوريكم غير الطريقة، كتحاولوا أنكم تميلوها وصافي، ما ديروش بها واقفة هكا، ميلوها. صافي هادشي اللي كاينه البنات انا ابليكيتها معاكم. صراحه عجبتني، وحتى لابو ديالكم كتحسوا بها انها كتولي رطيبه بزاف. وان شاء الله من هنايا واحد السيمانه غادي نعاود نبارطاجي معاكم في شي فيديو هكا غير بغيف، غادي نحطها في شي مقطع ونقول لكم كيفاش، زعما واش هادو داك الوبر ناض بكثره ولا ناض بكثره ولا كيف ما هو ولا قلال ولا شنو. كيف ما كتشوفوا البشره كتولي كتحسوا بها رطيبه، انا كيف ما كتشوفوا دابا هكذا كنحس بها رطيبه مزيانه. وصافي البنات دابا غادي نحاول انني ندير هكايا شي كريم. ديروا شي كريم غير حيت زعما حيدتوا هكا داك الزغيبات وطرا داك الكوماج، تحاولوا انكم تابليكيو شي كريم. ومن الاحسن الا كان عندكم زيت الجوجوبا، من الاحسن انكم ديروا هكايا في شي في شي هكا في شي كتانه وتديروا على وجهكم، فزيت الجوجوبا كيحيد الميكروبات وكيحيد كل شيء. الا كانت مثلا عندكم هذه كتستعملوها جوج الناس اولا انت واختك اولا ما عرفتش، كل واحد على حسب كيفاش. فمن الاحسن انك من مور ما تابليكي ديري زيت الجوجوبا، فهي كتحيد الميكروب وصافي. كنظن ان هاد اللعيبه هادي تكون عجباتكم صراحه، زوينه بزاف. وبالنسبه كيف قلت لكم الناس اللي عندهم تهيج فهي زوينه بزاف، وكدير غوماج وبزاف، ماشي غوماج تقشير، كدير التقشير كتحيد، كتحسوا انت كديري هكا وانت كتحسي بواحد القشيرات كيحيدوا مع هذوك الزغيبات. البنات غادي نساليو دابا كيف ما شفتوا سالينا من هذه، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها كيف ما حتى انا عجبتني بزاف. والثمن ديالها زوين، ورخيص بزاف، وحتى الفعاليه ديالها زوينه. كيف قلت لكم الناس اللي حتى البنيتات هكايا اللي الله يكون في العون ما عندهاش، كل مره تمشي تحيد الدوفي ديالها كل مره خاصها 10 درهم، فهذه كتاخذيها 22 درهم وكتبقى لك تقريبا واحد المده لا باس بها يعني، وانت هي كتحيدي الدوفي ديالك. صافي حبيباتي دابا غادي نساليو من هذه وغادي ندوزو لحاجه اخرى بغيت نبارطاجيها معكم، وكنت قلت لكم غادي نبارطاجيها معكم وعدتكم بها، اللي هي هذا ديال لي بوان نوار، فهو افيكاس البنات. هذا من مينيسو كيف قلت لكم في الفيديو اللي قبل من هذه، راني مشيت باش ناخذها ولكن ما لقيتهاش، وملي جيت للدار لقيت عند اختي وحده، فقلت لها ضروري اريها ليا باش غادي نبارطاجيها مع البنات، راني كنت وعدهم غادي نبارطاجيها معاهم. هذه البنات حتى هي من مينيسو كدير 25 درهم باكيه، فيها 10 ديال 10 ديال لي ساشي بحال هكذا، 10 ديال لي ساشي. وهذه نورمالمون هي ديال الدراري، راه كاينه ديال البنيتات كاينه ديال البنات، مرسومه فيها هنا بنيته، غير هو ملي مشي ملي كانت خداتها اختي ما كانتش لقات ديال البنات وخدات هذه، ولكن راه نفس الفعاليه نفسهم، غير هذه مرسوم فيها دري والاخرى مرسومه فيها بنيته. هذه البنات اللي هي لي بوان نوار خطيره، انا كنت ديك المره جربتها وما عطيتهاش حقها وما هضرتش عليها، يعني كنت غير ابليكيتها وجلست واحد شويه وحيدتها. تقريبا نورمالمون هي خصها تبقى 10 دقائق، حيدتها وعجبتني. انا نورمالمون كنقول راني ما فياش لي بوان نوار، ما تيبانوش وما فياش، ولكن ملي درتها تفاجات باللي تحيدوا يعني كتجبدهم لك من جدر. المهم حبيباتي انا غادي نبارطاجيها قدامكم وها نتوما معايا غادي تشوفوا. ديك المره انا ما عطيتهاش كيف قلت لكم حقها. المهم كتحلوها عادي نتوما كتلقاو هكذا. هاد الجهه هادي اللي الجهه هادي هذا راه ما فيه حتى شي حاجه، هادي كتبقى من الفوق ياك، وهنا كاينه هاد اللعيبه. هاد الجهه اللي لتحت الكحله هي اللي كتابليكيوها، ولكن قبل ما تابليكيوها تحاولوا انكم تفزقوا هنا بشويه ديال الماء. انا هنايا عندي ماء ورد غير شويه، هنا غديروا غير واحد شويه، ندير غير في يدي غير هكا شويه، ما تكثروش، غديروا غير شويه يعني الجهد اللي غادي تلصق فيه هذيك اللعيبه وصافي، ما تكثروش، الا كثرتوا راه ما غاديش تبغي تلصق لكم بزاف. غير واحد شويه صافي، غادي نحيد هادي. كيف قلت لكم هادي يعني من بعد ما درت هنا شويه ديال الماء ورد، ماشي ضروري ديروا ماء ورد، ديروا غير الماء عادي، غادي تحيدوها هكذا. وهاد الجهه الكحله
هي اللي غادي ديروها على نيوفكم هكذا صافي، وراه غتحسوا بها كتشد. انا ديك النوبه ما كنتش عارفه مزيان، ما قريتش عليها مزيان، كنت حطيتها بلا ما بلا حتى شي حاجه وما عطيتهاش حقها. المهم انا غادي نخليها 10 ديال الدقائق، من موراها غادي نحيدها ونرجع عندكم. انا رجعت لكم البنات من مور 10 ديال الدقائق، المهم ما بين 10 و 15 دقيقه، ما تحاولوش ما تحاولوش انكم تفوتوا 10 15 دقيقه وما ديروش قبل من 10 دقائق. المهم انا دابا غادي نحيدها، غير يا بغيت نقول لكم البنات قبل ما نحيدها، حاولوا انكم ديروها اما تكونوا يلا خارجين من الحمام، اما تكونوا درتوا بخار لوجهكم كيف ما كيعرفوا البنات كاملين كيعرفوا كيفاش يديروا البخار لوجه، يعني غير ما سخون خليوه يغلي، ومن الاحسن انكم ديروا فيه الخزامه او الزعتر، يعني كل واحد ينسن داك الماء باش ما بغى، وتغطيوا راسكم بالفوطه وكتهبطوا راسكم لهذيك داك الطويل الطنجره ولا البانيو اللي فيه داكشي، وتخليوا البخار يطلع لكم مع نيفكم. فصافي هذا هو سوان فيزاج، وابليكيو عليه، ابليكيو من موراها مباشره، ابليكيو هذه باش تكونوا المسامات مفتوحين، ويساعدوا ان هذا الرؤوس السوداء كلها تحيد. انا دابا راني درتها وانا ما دايراش البخار وما خرجش من الحمام، غير باش نوريكم الطريقه وصافي. فغادي تحاولوا انكم تحيدوا من هنا، راها كتضر غير واحد شويه ولكن عادي، فكتكون هي كتجر داك الرؤوس السوداء. ها انتما كيف ما كتشوفوا هادشي، انا كنقول راني ما عنديش الرؤوس السوداء بالمره، ولكن هذه صراحه كتفقد لك الثقه في النفس، كتخليك تكوني ثقه في راسك وتقولي راني ما عنديش الرؤوس السوداء. شوفوا سمحوا لنا على هذا المنظر، ولكن راه غير باش نشرح لكم. شوفوا البنات انا يا يلا زعما يلا دايره سوان فيزاج، ويلا ديجا مديره هذه وحده، وما عدا ذلك فهي شوفوا شنو دارت، يعني هذه فهي زوينه بزاف بالنسبه للبنات اللي عندهم لي بوان نوار، فهي رائعه كتحيد لكم لي بوان نوار كاملين. وصافي هنا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، كنتمنى هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منها، وكنتمنى انها تعجبكم، وما تنسوا ما تبخلوش عليا بلي لايك. لي لايك البنات، حاولوا انكم تطلعوا هاد لا فيديو شنو ما كان، سواء لايك او لا دي لايك، المهم هو انكم المهم هو انكم تشجعوني وتطلعوا لي لا فيديو. وحاولوا وما تنساوش انكم تدخلوا عندي الانستغرام تحت، انا غادي نخلي لكم في لابار ديال لانفو، وتبارطاجيوه مع صحابكم باش هكذا حتى لا فاميلي اللي عندي في اليوتيوب كلها تمشي للانستغرام، ونكونوا غاديين بحال كي الانستغرام كي اليوتيوب. وشكرا لكم بزاف، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، واللي مجربه سواء هادي اولا هادي خليوا لي في التعاليق ديالكم، حتى نتوما الراي ديالكم كيهمني. وكنشكركم بزاف، وشكرا الناس اللي كينضموا لينا جداد، وشكرا الناس اللي عاد غادي ينضموا لينا، والناس اللي اول مره غادي تشوف هاد لا فيديو، واللي اول مره غادي تشوف لاشين ديالي. ما تبخلوش انكم وما تعكزوش انكم تمشيو ديروا ابوني وتشاركوا معايا في القناه في هذاك المستطيل الاحمر بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش زر الاشتراك فينا، هو فهو داك سابوني اللي كاينه في القنيت هذاك الاحمر، بركوا عليها وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم الجديد، وتهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد ان شاء الله، او فلوغ او روتين او لا، حنا في يد الله هنا تما نشوفوا شنو غادي نديروا، وتهلاو ليا فراسكم ومره اخرى ان شاء الله. سلام.